بسم الله الرحمن الرحيم. دائما من أكاديمية الفكر الرائد عنوان للتميز، نواصل دروسنا مع مستوى السنة الرابعة متوسط. بالنسبة لي دوما مع المقطع التعلمي الثاني، المادة وتحولاتها. تطرقنا في الحصص السابقة حول ما يسمى بالمحلول الجزيئي والمحلول الشارد، فقلنا سنخصص حصة القادمة وها هي نحن الآن لنتكلم على ما يسمى بالصيغة الشاردية وكذا الصيغة الإحصائية. فحينما يكون على شكل محلول نقول أن يكتب بصيغة شاردية، نبين قلنا من خلالها الشوارد الموجبة والشوارد السالبة. اليوم سنتعرف على شيء جديد وهو الصيغة الإحصائية. إذن الصيغة الإحصائية نبين من خلالها ماذا؟ عدد ونوع الذرات المكونة لهذا الجزيء، معناه حينما يكون على شكل في حالة صلبة. إذن لما أخذنا بعض الأمثلة التي رأيناها سابقا وهي المحاليل الشائعة بالنسبة للتلميذ، مثلا محلول كلور الرصاص، محلول كلور الألمنيوم، محلول كلور القزدير، محلول هيدروكسيد الحديد الثنائي، محلول نترات الفضة، محلول كبريتات النحاس، ومحلول كبريتات الألمنيوم. فالتلميذ السنة الرابعة أمام صيغتين، يجب كتابة كل منهما بشكل صحيح. ومن أجل ذلك فرأينا أن نخصص هذه الحصة لكيفية الانتقال من الصيغة الشاردية إلى الصيغة الإحصائية أو العكس، لأنه تعودنا أبنائنا التلاميذ الأعزاء في التمارين غالبا ما يعطى لك الصيغة الإحصائية ويطلب منك كتابة الصيغة الشاردية. نحن سنتعلم الطريقتين معا. فقلنا في الحصص السابقة لكتابة الصيغة الشاردية لأي محلول يجب معرفة ماذا؟ نوعي الشوارد الموجبة والسالبة. الآن لما نقول محلول كلور الرصاص، تعودنا على أن الكلور يعبر عن الشاردة السالبة، الرصاص يعبر عن الشاردة الموجبة. طبعا تعودنا على كيفية كتابة الرموز، فلما نقول الرصاص يكتب من الشكل PB2Z، إذا لابد من معرفة هذه الرموز. فشاردة الكلور تكلمنا عنها تكتب ثانيا Cl ناقص، قلنا نضع زائد أو فاصلة، يضع لدى قوسين هكذا. ثم أكدنا على شيء مهم في الحصة السابقة، على أن المحلول الشاردي يكون متعادل كهربائي. معناه أن عدد الشحن الموجبة كما هو الحال هنا اثنان، يجب أن يكون يساوي عدد الشحن السالبة. الآن من أجل ذلك وضعنا العدد اثنان هنا هكذا. الآن هذه الكتابة صحيحة للصيغة الشاردية. نفس الشيء بالنسبة لمحلول كلور الألمنيوم، الألمنيوم يعبر عن الشاردة الموجبة التي تعودنا على كتابتها من الشكل Al3+ Cl ناقص. ثم من أجل التعادل قلنا نضع ثلاثة، إذن هذا رأيناه في الحصة السابقة للتذكير فقط. محلول كلور القزدير مهم جدا، الذي يكتب من الشكل Sn2+ لإشارة فقط. أبنائنا الأعزاء، لاحظنا أن التلاميذ لا يفرقون بين شاردة القزدير وشاردة الزنك التي تكلمنا عنها سابقا. شاردة الزنك التي تكلمنا عنها تكتب من الشكل Zn2+، بينما شاردة القزدير Sn2+. إذا لن نخلط بين هاتين الشاردتين. إذا شاردة القزدير هي شاردة موجبة، Cl ناقص شاردة الكلور. كذلك لاحظ أن هذا المحلول غير متعادل، فيجب أن نوضع اثنين. لو لم نكتب هذا المعامل، هذا العدد اثنان، فالكتابة تعتبر خاطئة. لذلك نراعي دائما مبدأ التعادل الكهربائي في المحلول الشارد. محلول هيدروكسيد الحديد الثنائي، الحديد الثنائي أبنائنا الأعزاء الرمز الكيميائي لهذه الشاردة Fe2+، وهناك حديد ثلاثي.
فكذلك هيدروكسيد قلنا هي شاردة مركبة سالبة تكتب من الشكل OH ناقص. إذن هذه شاردة OH ناقص. كذلك لاحظ أن هذا المحلول غير متعادل، إذا نضع اثنين. إذا هذه هي الصيغة الشاردية لهذا المحلول. محلول كذلك الشائع اللي هو نترات الفضة، الفضة قلنا تكتب من الشكل Ag زائد شاردة الفضة أحادية موجبة. شاردة النترات كذلك NO3 ناقص. وهنا أعطينا ملاحظة مهمة أبنائنا الأعزاء، فحينما نسألك عن عدد الشحن السالبة لا نقول ثلاثة، إذا خطأ. إذا ثلاثة أبنائنا الأعزاء يعبر هذا الرقم على عدد ذرات الأكسجين فقط، بينما عدد الشحن السالبة شحنة واحدة فقط. إذا نركز في هذه الملاحظة. فنلاحظ الآن في هذه الحالة أن الشحن الموجبة واحدة، شحنة سالبة واحدة وليس ثلاثة، فهو متعادل. محلول آخر كذلك يستعمل كبريتات النحاس. النحاس قلنا رمز تكلمنا عنه في الحصص السابقة من الشكل Cu2 زائد، إذا شاردة النحاس. كذلك كبريتات كذلك هي من بين الشوارد السالبة المركبة، فينبغي معرفة الرمز الكيميائي الذي يكتب من الشكل SO4 2 ناقص. هنا كذلك أبنائنا الأعزاء نركز على هذه الملاحظة، فنقول أن 4 تعبر عن عدد ذرات الأكسجين فقط، فنقول أنه لدينا 4 ذرات أكسجين. 2 ناقص ذلك العدد 2 يعبر عن عدد الشحن السالبة فقط، فنقول أنه لدينا شحنتان سالبتان ولدينا هنا شحنتان موجبتان. إذا لاحظ أن هذا المحلول متعادل كهربائي. محلول آخر يدعى كبريتات الألمنيوم. الألمنيوم سبق وأن ذكرنا الرمز الكيميائي ألا وهو Al3 زائد. الكبريتات ذكرت في المثال السابق SO4 2 ناقص. أبنائنا الأعزاء عندما نكون أمام هذه الحالة، حتى لا نضيع الوقت ونحن أمام ربما في فرض أو اختبار أو حتى امتحان شهادة التعليم المتوسط، أعطينا لكم فكرة كيف يمكن جعل هذا المحلول متعادل كهربائي. لنذكر، قلنا هذه الثلاثة تضرب في العدد 2، وحينما نقول تضرب في العدد 2 لا نكتب النتيجة بل نكتب المعامل هكذا 2. نفس الشيء 2 تضرب في 3 هكذا، فأصبح الآن لدينا 6 شحن موجبة و 6 شحن سالبة، فأصبح متعادل كهرباء. إذن هذه الصيغ الشاردية لهذه المحلول سبق ذكرها في الحصص السابقة، لكن الآن كيف ننتقل من هذه الصيغة إلى صيغة أخرى تدعى صيغة إحصائية، بمعنى عندما يكون في حالة صلبة. أبنائنا الأعزاء تابعوا معنا حتى نكتب الكتابة بشكل صحيح. فقلنا لاحظ معي، إذا نكتب النوع الأول، أقول نكتب النوع الأول هكذا بدون شحن، نكتب النوع الأول بدون شحن، ثم ننزع الإشارة الزائد أو الفاصلة التي كانت تفصل بين الشاردتين، نكتب النوع الثاني كذلك هكذا هكذا. دائما أعطيني ملاحظة، قلنا الحرف الثاني آل بشكل صغير. ثم لاحظ معي ما يكتب أمام الشاردة، مثلا هنا لدينا العدد 2 في الصيغة الإحصائية، أين يكتب؟ هنا لاحظ، فيقرأ PbCl2. إذا PbCl2، إذا هذا كلور الرص. المثال الثاني بنفس الطريقة، إذا نكتب النوع الأول بدون شحن، ننزع الزائد أو الفاصلة التي تفصل بين الشاردتين، نكتب النوع الثاني هكذا Cl، ثم العدد 3 يكتب هنا هكذا. نفس الشيء مع المثال الثالث، محلول كلور القصدي. إذا دائما نطبق نفس القاعدة، نكتب النوع الثاني النوع الأول عفوا بدون شحنة، النوع الثاني هكذا بدون شحنة، ثم العدد 2 يكتبون. كذلك بالنسبة لمحلول هيدروكسيد الحديد الثنائي، فنكتب النوع الأول Fe، النوع الثاني OH، لكن في هذه الحالة التلميذ
يختلط عليه أين يكتب العدد اثنان. فأبنائنا الأعزاء لو نكتب اثنان هنا فتصبح هذه اثنان هي عدد ذرات الهيدروجين وهذا خطأ. نحن هذه اثنين تعبر عن OH، لذلك نقول أنه حينما يكون لديك شاردة مركبة نضعها بين قوسين هكذا حتى لا تختلط عليك الأم. فنقول الآن هذه اثنين هي اللي OH OH، فـ OH بين قوسين إذن. إذن صيغة الإحصائية لمحلول هيدروكسيد الحديد الثنائي. محلول نترات الفضة بنفس الطريقة نكتب النوع الأول آجي، النوع الثاني NO3 بدون شحن، هي شاردة مركبة إذا نضعها بين قوسين، في هذه الحالة لا يهم. محلول كبريتات النحاس، لاحظ معي النحاس CU، كبريتات SO4 هكذا، هي شاردة مركبة CESO4، إذا الصيغة الإحصائية لكبريتات النحاس، محلول كبريتات النحاس. لاحظ معي الآن محلول كبريتات الألمنيوم، إذا نكتب النوع الأول كما قلنا AL بدون شحنة، النوع الثاني SO4 هي شاردة مركبة إذا نضعها بين قوسين حتى لا نختلط تختلط علينا الأمور. لاحظ الآن AL مكتوب قبلها اثنان فنكتب اثنان هنا، ثلاثة إذا خارج القوس، خارج القوس. معنى لو يسألك سؤال في هذه الحالة ويطلب منك كم لديك عدد ذرات الكبريت، لا نقول ذرة واحد بل نقول ثلاثة، إذا ثلاثة توزع. إذا سئلت عن عدد ذرات الأكسجين فنقول أربعة جداء ثلاثة، معنى 12 ذرة أكسجين. إذا سئلت عن عدد ذرات الألمنيوم فتقول لدينا ذرتين. إذا الفرق بين الصيغتين تلاحظ أنه هنا نبين من خلالها عدد ونوع الذرات، بينما الصيغة الشاردية نبين نوعين الشوارد الموجبة والشوارد السالبة. ممكن تلميذ يسأل ويقول ربما نكون أمام التمرين وأعطي لي صيغة إحصائية لمحلول معين وطلب مني كتابة الصيغة الشاردية. على سبيل المثال لدينا هذه الكتابة MgCl2، فالسؤال الشائع لدى أبنائنا التلاميذ أن هل يعطى لي رمز هذه الشاردة أم لا؟ أنا لم أدرس هذا الاسم Mg ألا وهو المغنيسيوم. فأنا أقول بكل بساطة تابع معي لكتابة الصيغة الشاردية. إذا لم تدري عدد الإلكترونات أو عدد الشحن التي تحملها هذه الذرة، هل هي موجبة أم سالبة أو عددها كم إلى آخر، فأقول لاحظ معي. فدوما نتبع نفس الطريقة، قلنا CL هي الشاردة السالبة دوما، Mg هي الشاردة طبعا موجبة، كم موجب تلميذ لا يتذكر هذا، فأقول اقرأ هذا العدد اثنان، فنأتي إلى هنا ونكتب اثنان. الآن تذكرت أن Mg هي شاردة موجبة ثنائي، ثم نطبق قاعدة التعادل الكهربائي للمحلول. لاحظ معي اثنان موجب، معناتها هنا نضع اثنان، فتمكنت من كتابة الصيغة الشاردية لهذا المحلول. مثال آخر، ربما أعطي لي هذه الكتابة مثلا AL اثنان SO4، وهذا لاحظنا في امتحان شهادة تعليم متوسط في الدورات السابقة، وطلب مني كتابة الصيغة الشاردية وأنا لم أتذكر رمز شاردة الألمنيوم ولم أتذكر رمز شاردة الكبريتات، ماذا أفعل؟ أبنائنا الأعزاء دائما كما قلنا نكتب النوع الأول، إذا الذي يكتب في البداية قلنا هي يعبر عن الشاردة الموجبة، SO4 هي الشاردة السالبة، لكن لم أتذكر الرمز الصحيح لهذه الشاردة، فأقول أبنائنا الأعزاء فنقول SO4 عدد شحنها هنا كم؟ نقرأ العدد المكتوب هنا في النوع الأول، إذا اثنان، وبالتالي أكتب اثنان هنا.
أني من يوم أنا لم أتذكر الرمز الصحيح لهذه الشريدة فأقول اقرأ العدد هذا ثلاثة فيكتبون. الآن تمكنت من كتابة الشكل الصحيح لرمز شريدة الألومنيوم ورمز شريدة الكبريتات. ما بقي لنا إلا أن نحقق قاعدة التعادل الكهربائي للمحلول الشريدي كما تعلمنا سابقا. إذن ثلاثة جودة اثنان، اثنان جودة ثلاثة. إذن هذه الطريقة لكيف ننتقل من الصيغة الشريدية إلى الصيغة الإحصائية، أو العكس كيف ننتقل من الصيغة الإحصائية إلى الصيغة الشريدية لأي محلول شريد. ربما اتضحت الفكرة جيدا من خلال كيفية كتابة الصيغتين. سنترككم في حصة أخرى في الدرس الثاني، فربما تكون لدينا حصص أخرى وإن شاء الله سنؤكد على ذلك بالنسبة للحصة القادمة إلى التحليل الكهربائي البسيط. الحصة القادمة سنخصصها للتحليل الكهربائي البسيط لمحلول شاردي. إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.